احنا مش واخدينها، اعمال الساعه ما فيش رقابه عليها، الدرجه احنا 90% سقط، احنا اخروا لنا النتائج خالص لحد شهر 9، احنا ظهرت النتيجه 15/9 حضرتك عشان خاطر يكون انتهى التقديم لاي دبلومه ثانيه، اكيد تقدمي في دبلومه ثانيه عشان خاطر الميعاد يفوت، وعشان خاطر ما تقدريش تقدمي ماجستير. جينا اتكلمنا هنا مع ما فيش اي تجاوب، رحنا لرئيس الجامعه قال لنا ده مش حاجه، ده اداري، انا ده شيء ما يرجع ليش. طب مين الرقيب على الدكتور دلوقتي؟ اعمال السنه هاتوا كتب كل كتاب ب 50 جنيه، خمس مواد ب 50 جنيه، عملنا شيتات وعملنا كل ده، مين الرقيب عليك؟ سيبنا شغلنا وجينا حضرنا المحاضره وانت تكلمي، ما فيش اي حقوق، لدرجه ان الدكتور قال لنا انتوا كفره عشان بنطالب بحقوقنا. جينا كذا مره وطالبنا بحقوقنا بشكل يعني بشكل محترم، ما عجبش الدكاتره، ما عجبش رئيس الجامعه، كلمنا جابر نصار قابلناه كذا مره بالعافيه، ونقف نمنعه يخش عربيته عشان خاطر يسمح لنا نتكلم معاه. ازاي؟ استاذنناه كذا مره، ادينا مواعيد وفي شنك، في الاخر ادالنا كتب لنا ورقه ده رد على كلامنا، مش هنقدر نغير في اي حاجه، والدكتور لا رقيب عليه. في الكليه بنكلمه قال لنا احنا اصلا اوريدي مش عايزين اكتر من 5 للماجستير، لان احنا العدد بيزيد ما ينفعش، بنسقطكم بعد كده في الماجستير، مش عايزين دكاتره يبقى حد دكاتره بعد كده. جينا بنتظلم بقالنا اسبوعين، مفيش حد راضي يقابلنا ولا مسؤول راضي يقابلنا نهائي، النتيجه زي الزفت، اكتر من 90%. سايت ليه؟ يا ريت ان احنا مش حالين كويس في الامتحان، لا بنقول لهم احنا عايزين مجهودنا، يعني احنا لو احنا شايلين ماده يشيلوها لنا، لكن ما ينفعش تيجي طلبات او طالعين اوائل السنه اللي فاتت وباقي دلوقتي تقول لهم انتوا داخلين دور اكتوبر، وقت امتحان دور اكتوبر ده غير نصهم ساطين. حضرتك لما تيجي تقول تطلع على اليوم السابع وتقول ان انت مش من مهامي ان انا احل لكم مشكلتكم، برضو احنا طلبه بنقول لحضرتك منصب رئيس جامعه القاهره ليس من مهام حضرتك، حضرتك اكبر من كده بكتير، لان احنا من مهام منصب رئيس الجامعه، وحضرتك لا تسمح لرئيس الجامعه دكتور محمد مهنا دكتور ماده المعايير، وده اللي قال لنا هو انتوا فاكرين الشهاده بتاكل عيش؟ هل دكتور يقول كده؟ هل دكتور 229 واحد يسقط من عنده والباقي ناجحين بدرجات رهيبه؟ هل هو ده العدل يا دكتور جابر؟ ده اول ماده. تاني ماده دكتور رؤوف اللي ما ادالناش اعمال سنه واللي قال لنا انا هديكوا درجات، احنا مش عايزين درجات من سيادتك، احنا عايزين